بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة جميلة استأنسنا فيها بوجود الموالين والمؤمنين. الفرق قدمت أفضل ما لديها صراحة بعد توقف تقريبا من مهرجان الزهراء. كانت الأعمال الإنشادية نشطة، فكانت فترة طويلة تخلي الفرق الإنشادية تستعد وتقدم الأجمل، وفعلا الليلة قدمت الأجمل وما كان مرجو منها. بشكل عام التنظيم كان ممتاز جدا، الصالة جدا يعني مهيئة لإقامة هالنوع من هذه الفعاليات، ما عدا شغلة واحدة يعني، وللأمانة المفترض بأن تصميم المكان يكون بدون المفترض القبة الموجودة، هذا يؤثر على الصوت وتكسر الصوت واجد. نتمنى أن العام القادم يتفادون الجماعة هذا الموضوع، لأن هذا ما راح يساعدهم من نواحي إخراجية في الصوت. اللي كنت أتمنى في هذه النسخة السابعة، طبعا أنا من فرقة الإمام المنتظر، هذا العام أول مشاركة إلينا في النسخة السابعة، وكنا يعني نتمنى بأن يكون هناك عمل مشترك بين الفرق وبريت بين الفرق. نتمنى بأن العام القادم في النسخة الثامنة يكون هناك عمل مشترك من كل فرقة مشاركة، منشد واحد، يخرجون بعمل مشترك يكون هو باكورة هذا العمل الجميل. أتمنى لكم كل التوفيق في العام القادم، وأيضا يوم غد إن شاء الله راح يكون هناك عرض النساء، نتمنى بأن يكون الحضور كبير، ونسأل الله للفرق التوفيق وللجنة المنظمة إن شاء الله العام القادم التوفيق أكثر وأكثر. شكرا جزيلا.